مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا ستات دوت كوم. احنا النهارده هنناقش موضوع مهم جدا ويمكن بيهم كل اسره مصريه، وهو المشاكل الزوجيه ما بين الواقع والمأمول. احنا كلنا بيحصل عندنا مشاكل، بس هل يا ترى المشاكل دي كلها ليها حلول، ولا هل بيبقى في مشاكل بتبقى زي الامراض المزمنه ملهاش حل وبتنتهي بانتهاء العلاقه الزوجيه بين الزوجين؟ احنا النهارده هنعرف ايه هي المشاكل الزوجيه دي واسبابها راجعه لايه، وهنتطرق برضو لفخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي عامل مبادره موده لتوعيه المقبلين على الزواج. هنعرف برضو ايه هو دور منظمات المجتمع المدني لتفعيل هذه المبادره. ففي انتظار اتصالاتكم، وبرحب بضيفتي الجميله العزيزه علينا دايما دكتوره جيهان عبد الواحد، رئيس القطاع الاجتماعي باتحاد المراه العربيه المتخصصه ورئيس مجلس اداره العقل الذهبي، اللي دايما بتؤثرنا بارائها وبكلامها الجميل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي، وسعيده جدا جدا، وحشتيني انا جدا. يعني وحشني الشغل معاكي، وحشني اللقاءات الجميله المثمره باذن الله دايما الواعيه معاكي ان شاء الله. ميرسي لك يا دكتوره جيهان. احنا ليه عندنا مشاكل؟ يعني ليه كل البيوت المصريه اصبحت فيها مشاكل؟ نسبه الطلاق زادت من اول سنه جواز، الاسباب هنا بترجع ليه؟ هي المشاكل المفروض ان هي واقع، يعني احنا الحياه من غير مشاكل هتبقى جنه، والجنه مش على الارض. فبالتالي ان احنا نتعامل مع المشاكل ده واقع، ده واقع موجود لازم الاول نعترف بيه، لازم نكون على وعي باننا لما بتصادفنا مشكله ان ده طبيعي وان ده واقع المفروض ان انا اتعامل معاه. وكمان في نقطه مهمه جدا، تعاملي مع المشاكل كتير بيعمل لي نضج اعلى وبيعمل لي بعد نظر اعلى. فالمشكله بقدر ما ان هي بتضرني او بتأزمني، بقدر ما هي بتفيدني وبتعلي لي وعي وثقافتي ونضجي في المجتمع. دي حاجه. الحاجة التانية إن وارد جدا جدا إن إحنا نختلف، إن إحنا الاتنين نكون مختلفين. يعني وارد إن أنا مثلا أحب أروح النادي وشخصية تانية ما بتحبش تروح النادي. النادي هنا موجود عندها في أنهي منطقة في شخصيتها؟ ليه عشان كده هي متحبهاش؟ والنادي عند الآخر في منطقة إيه؟ في منطقة الاهتمام، والتاني في منطقة إيه؟ اللامبالاة والرفض. فلازم وأنا بتعامل مع الأطراف اللي حواليا ان انا اقدر اقيم كل الحاجات اللي بترضيني هي موجوده عندهم فين، في انهي منطقه، والحاجات اللي انا برفضها هي موجوده عندهم فين. لو انا حددت المنطقتين دول ممكن اتعامل مع المشكله بوعي ونضج وثقافه وان انا اكون بتعامل. ولكن لو انا مش واخده بالي من النقط دي هحس ان اللي قدامي كطرف مختلف ورافض شيء طبيعي، انا حابه اروح النادي ده طبيعي، وهو مش حابب يروح النادي ده مش طبيعي بالنسبه لي، مش طبيعي وبالنسبه لي هو بيحبطني بيضايقني بيخنقني. فوعي في ان انا ابص للي قدامي في كل الحاجات دي ترتيبها ايه جواه هيخليني انا اعرف اتعامل مع الطرف الاخر بنجاح وبثقه وبصبر وفي حكمه، وان انا اقدر ان انا اعيش او اتعايش، والاثنين في فرق كبير بينهم. ان انا اعيش يبقى انا هعرف اقبل، وان انا اعيش واقدر ان انا اغير احاول، ان انا اتعايش ان انا اقبل الوضع ده، وان انا اتعايش لان هو مش بيضرني قوي ما بيضايقنيش قوي. يعني في فرق كبير بين الاثنين. لكن المشاكل دي طبيعي جدا ان هي، لان هي اللي بتعلمنا من خلال المشكله. انا مش هعرف اتعلم اي حاجه بالنسبه لي لو انا مثلا جوزي صوته عالي وانا صوت العالي بيزعجني بيضايقني بيحبطني بيهزني من جوه، بيحسسني ان انا مرفوضه، بيحسسني ان انا مش الزوجه اللي هو شوفي قد ايه انا عندي مخنوقه من الصوت العالي. وهو ممكن يكون اتربى او اتعود على انه لما يجي يرفض يعلي التون بتاعته شويه. هل هو قاري قد ايه انا متضرره؟ هو مش قاري، هو بيتصرف بالفطرة أو بالطبيعة أو بالتربية أو بالاكتساب اللي اكتسبه من البيئة اللي هو فيها. إذن التربية والطباع، يعني التربية والمجتمع برضو اللي الزوج أو الزوجة اتربوا ونشأوا فيه بالزبط. ده برضو بيأثر. يعني أنا مثلا ما ينفعش أجيب حد من المدينة مثلا ويروح مثلا الأرياف أو الصعيد أو كده، بحيث أن الطباع هنا بتبقى مختلفة، التربية بتبقى مختلفة. ليها دور مهم دي يا دكتورة؟
يا ولا ممكن يحصل توافق، يعني ممكن يحصل توافق بين زوجين بيئتهم مختلفة؟ هي بتعتمد على حاجات كتير في الشخصية. أول حاجة إذا كانت في بعض المجتمعات اللي ما زالت حاليا لغاية دلوقتي منغلقة نوعا ما واجتماعياتها ضعيفة، فمثلا ممكن تتجوز وتطلع إلى مجتمع مفتوح أكتر واجتماعياته عالية جدا. لو كان عند الشخصية دي بعض المرونة إن هي تحس وتشعر إن الانفتاح ده هيضيف ليها من الجانب المهني، هو ده المفتاح. الاحتياج، الاحتياج هو مفتاح أي تغيير. يعني لو هي احتاجت العمل هتشتغل أكيد، ومن خلال الشغل هتضطر يكون في علاقات اجتماعية، ومن خلال الشغل هتزيد العلاقات القريبة للأسرة، ومن خلال الشغل هتبدأ إن هي تتفاعل مع المجتمع الخارجي بأمراضه بمميزاته بعيوبه، هتبدأ تحذر من حاجات ما كانتش هي عارفاها، هتبدأ إن هي تبقى عندها وعي بالحاجة قبل ما تحصل، فبالتالي هي عندها احتياج خلاها تدخل بيئة كانت هي مش عايشة فيها، ولكن في خلال البيئة اكتسبت حصل لها نضج فكري وزاد وعيها. فطبعا ممكن ده يأثر برضو على العلاقة الزوجية. وهنكمل كلامنا بعد ما ناخد دينا من البحيرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتورة جيهان عبد الواحد مع حضرتك. اتفضلي. أهلا وسهلا، أهلا يا دينا. أهلا حضرتك يا دكتور. أهلا يا دينا، أهلا بيك، اتفضلي. دلوقتي يا دكتور أنا في بيني وبين زوجي مشكلة إن هو شكاك، بيشك فيا جامد، وبعدين هو مش متفاهم معايا، في تفاهم بينا خالص، فأنا مش عارفة أكمل في العلاقة دي ولا إيه. ما هو منطقة حتة إن هو إحنا ما فيش تفاهم بينا ما بتبقاش عامة، احنا ما فيش بينا تفاهم في كذا، لكن هي مش عامة، اكيد في مشاعر فاحنا متفاهمين شوية في المشاعر، اكيد احنا متفاهمين في تربية الاولاد ففي جزء في تربية الاولاد. ايه الجانب اللي فيه بينك وبينه عدم تفاهم مخليكي ان انت تكوني تعبانة؟ هو بيشك فيا جامد، واولا انا بقالي كذا فترة متابعة ان هو بيتكلم حد يعني ايه في الموبايل وكده. يعني لا، متابعة ان هو فعلا بيكلم حد ولا شكة؟ تفرق. لا 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 لا، متأكدة. متأكدة والله. طيب اسمحي لي، يعني انتي اسمحي لي يا دكتورة استأذنك، ليه بتقولي شك؟ ليه مثلا ما بتقوليش ان هو ممكن يكون بيغير عليك؟ لا مش غيرة، لان انا كل ما ادخل جوه في الشقة يقولي انت بتعملي ايه، انت طلعتي فوق يقولي انت بتعملي، كنت فوق بتعملي ايه. طيب يعني ممكن اكون بعمل حاجه يقول لي بتعملي ايه. طيب بشكرك دينا، ودكتوره جيهان هتجاوب على حضرتك. دكتوره جيهان، ده كده ممكن يكون عدم ثقه في نفسه هو، يعني عدم ثقه في نفسه. لا احنا عايزين الاول يعني نقول الجمله الجميله اللي حضرتك قلتيها لها، قلت لها انت ليه ما قلتيش ان هو غيره، وما قلتيش وليه حاسه انه بشك. ما طبعا ما احنا على فكره دي نقطة لازم نبقى محايدين، احنا مش ضد الرجل، لا احنا خالص ضد خالص عدم احترام الرجل للعلاقه الزوجيه او للمراه او لاهتماماتها. ومن رايي انا ان اي مشاكل في الدنيا بتتحل مع اداره فن الحوار بين الزوجين، لازم يكون في احترام في اداره الحوار. ده موضوع مفتوح. ده موضوع كبير جدا، ده موضوع كبير جداً. وهنتناقش فيه في حلقات تانية، بس بعد حضرتك ما تقول لنا الفرق بين الغيره والشك. هو الغيره انا بغير على فلان، انا بغير عليه ان في عينين تبص له بصه يعني تكشف جماله او يبص للجمال بتاعها، او انا بغير عليها من ان حد يتكلم معاها وياخد منها جزء من اهتمامها، انا بغير عليها ان في جزء من حياتها ممكن يتاخد لحد انا قلقان عليها منه. الغيره على غير الشك من، ولازم برضو الزوجه تحس بامان ان انا لا انا ما اخافش اقول لزوجي اي مشكله، ما اخافش اقول له حاجه تعرضت ليها في يومي، هو كده مثلا ممكن يظن ظن مش كويس. لا لازم يبقى في امان، يعني انا من رايي ان العلاقه الزوجيه بدون امان يعني ما تنفعش. خلينا نقول ان بدايه العلاقه الزوجيه حاجتين اتنين، الثقه والامان. طبعا الاتنين دول مهمين، بيبنوا الحب. طبعا من غير ثقه وامان على فكره بيبقى الحب حب جسدي، ولازم ولكن يكون الثقه والامان حب روحاني. يعني بمناسبه اللي هي بتقول، يعني هو بيقول لها انت بتكلمي مين،
لا انت لازم تكون واثق في نفسك. ما احنا عايزين نعرفها تعمل فيه ايه علشان ما يقولهاش بالكلمه. هنعرف ده دلوقتي بس بعد ما ناخد معانا فاطمه من الجيزه. الو. مساء الخير استاذه منى. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضلي. بعد اذنك بس انا كنت عايزه اعمل مداخله، بس بطلب من حضرتك تديني متسع من الوقت ان انا بس اقدر اطرح مشكلتي على البرنامج وعلى الدكتوره جيهان. عشان بس اوصل معاكم لحل بعد اذنك يعني. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضلي. بصي دلوقتي انا بس عندي مشكله ان انا متزوجه بقالي 17 سنه وعندي 3 اولاد وبنت، ودلوقتي زوجي من اسيوط، بس انا ما اعرفش يعني زوجي لا يعرف لا رحمه ولا يعرف انسانيه. وحضرتك منين؟ وحضرتك منين يا مدام فاطمه؟ انا من الجيزه. من القاهره يعني. من القاهره. دلوقتي وعمل حاجات كثيره، طبعا حاجات كتير جدا انا ما ينفعش اقولها علشان بس اولادي، وان انا بس يعني اولادي ممكن يكونوا بيسمعوا الحلقه او كده ويسمعوا الكلام ده انا مش حابه اقوله. لكن الموضوع وصل بينا ان انا رفعت خلع لان انا ما اتحملتش العيشه اكتر من كده يعني. وللعلم يعني اهله بيحبوني جدا، اهله ستات ورجاله وكبار وصغيرين بيحبوني قوي. لكن هو طبعا عشان الخلع في عنده يعني ما ينفعش، فهو قال ان الخلع عيب والكلام ده كله فطلق. ما استحملش ان انا ارفع عليه الخلع يعني. فطلق. دلوقتي انا بس عندي مشكلتي ان هو حارمني من حقوقي وحارمني من اولادي، ممنوع حتى ان انا اخد هدومي، درجه هدومي انا ما مش عارفه ان انا اخدها، وفوق كل ده بيبعت لي رسائل وحشه جدا على الموبايل ان انا اخد، وباخد الرسائل دي بالفعل واروح بيها ان انا اعمل محضر. افوجئ ان هم بيبعتوا له استدعاء ما بيجيش ولا بيحضر ولا استدعاء ولا اي حاجه، وكل شويه رايحه النيابه وراجعه من النيابه، والمحضر يقف. انا ما اعرفش الاسباب، ايه الاسباب اللي بتخلي المحضر يقف. سؤال حضرتك يا مدام فاطمه، سؤال حضرتك. سؤالي بس ان هو يعني ان انا بناشد المسؤولين من خلال برنامجك ان انا عايزه الشقه باسمي والاولاد انا محرومه من حضانتهم. ايوه محرومه من حضانه اولادي، وان الشقه اللي هو فيها دي باسمي انا. فانا بناشد المسؤولين بس من خلال برنامجك. هو عرض على اهلي يعني وعلى اخواتي مبلغ كبير جدا، حوالي 100,000 جنيه ان انا ارجع له برضه المره دي، بس العيشه استحالت بينا. انا مش عايزه ان انا ارجع له مره ثانيه. وهو حد بيهدد بسلاح وزي ما تقولي ايده طايله شويه. بس فانا بناشد يعني من خلال برنامجك المسؤولين ان انا اخد حقي، لان انا مش عارفه اخد معاه حق ولا باطل. بشكرك مدام فاطمه لاتصالك، ودكتوره جيهان هتجاوب على حضرتك. في اولاد. في اولاد يعني هنا الطرف المظلوم ايا كان، هو الظالم او هي اللي ظالمه، احنا برضو ما سمعناش الطرف الثاني. أيوة. بس في اولاد حصل انفصال، مصير الاولاد هنا ايه؟ هو حصل انفصال وهما الاثنين ما فكروش في الاولاد. يعني مع احترامي يعني الزوجه مغلوبه على امرها هنا، هي بتقول حارمه يعني هي بتسعى ان هي تبقى مع اولادها. انا عندي ميزانين. انا عندي ميزانين، ميزان اسمه الزوجه وميزان اسمه الزوج. انا لما بسمع من الزوجه حته حارمني وكارهني وبيبعت لي رسائل مش كويسه على الموبايل، يعني معنى انه بيبعت لها رسائل يعني ورافضها ورافض حاجات كتيره هي واحداث بيقولها لها، يعني واقع احنا مش شايفينه. الحرمان الام من اولادها ده قتل المشاعر اولاده، مش قتل المشاعر او مشاعرها هي، لا ده هم حته الحرمان من الام والرعايه من الام وحضن الام والامان. ما هو الامان بيجي من الام والثقه بتيجي من الاب. الامان والحب من الام توصلهم علشان يستمروا، وعلشان هم يحسوا ان ده مش هيضيع منهم الثقه يديها الاب. فالامان والثقه يحطوا في الاسره شجره الحب اللي بينهم. فاحنا هنا بالتالي هم فقدوا الامان فمش هيدوا له ثقه. يعني هم عمرهم لما يكبروا في حضنه برضه مش هيبقوا واثقين فيه، لانهم هو الطرف الاول اللي حرمهم من الام، من اول حب المفروض يستقبله في حياتهم. فهل هو عنده وعي بده؟ هل هو فاهم اللي بيعمله ان دي نتيجته؟ ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو اختلاف البيئه. هي بتقول لحضرتك هي من الجيزه وهو من اسيوط وهو صعيدي. بص احنا في مصر وحاجات كده يعني احنا في يعني مصر الواحد لو رفع سلاح على راجل بيخاف يعني. أيوة. فما بالك لما يرفع على واحده ست. مجتمع يعني اسيوط كله مش كده. بس هو احنا بنقول ان في رجاله في اسيوط او في رجاله في مصر او في رجاله في الجيزه ايا كان هذا الرجل فين. حته الذكوره عنده لها معنى مختلف
في ممارسة الحياة وممارسة القوانين. حضرتك تقصدي حتة الرجولة؟ لا أفهم. الرجولة مسؤولية والذكورة نوعية، نوعه أنه رجل. أنا لو هي ما نفذتش كلامي يبقى أنا مش راجل، مش نوعي أن أنا مش راجل. هي لو ما سمعتش كلامي يبقى أنا كذا. هو كده راجل يا دكتور؟ في رجل، في طبيعة موجودة كده. لا ولا التفاهم في الآراء يعني. احنا بنقول في بعض الرجال بيبقوا هما كده، وفي بعض الستات بتفقد أنوثتها. ما هو في فرق كبير قوي بين أن أنا أكون مرأة وأكون أنثى. بالظبط. أن أنا أكون مرأة يعني مع احترامي، أنا نوعي إيه؟ بنت، هو نوعه ذكر. لكن أنا عندي صفات الأنوثة والصفات اللي بتديني نوعي. هل أنا عندي حياء؟ هل أنا عندي صوتي واطي في التفاهم مش عنيفة؟ هل أنا عندي طاعة للزوج لأن أنا الزوجة، أنا الأنثى المفروض أن أنا أطيع الزوج؟ هل أنا يعني في حاجات كتير. هي بتقول لحضرتك بقالها 17 سنة. ما هو 17 يعني سنة، يعني 17 سنة مستحملة طبعه السيء أكيد مثلا؟ أكيد مش كلهم سيئين. أكيد إحنا مش ممكن نعمم، ولكن دايما اللي على السطح، العقل ما بيفتكرش إلا الصورة الأخيرة. ما بيفتكرش غير الصورة الأخيرة. لا إحنا انفصلنا وهو عمل وعمل وعمل. العقل يبني على آخر تجربة عادة. يعني أنت لو شفتي حد النهاردة زعلك وبكرة شفتيه هتلاقيكي بتشوفيه وأنت متضايقة، لأن آخر تجربة بينك وبينه هي الزعل. فالعقل دايما بيبني على آخر تجربة. شو كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك خلي لك أثر طيب. ليه؟ لأن العودة للأثر الطيب بيدي ابتسامة، بيدي تفاؤل، بيدي أمل. فالمفروض إن هي تبقى عاملة حسابها مع احترامي ليها إن هي تدور على مفتاح آخر غير العنف، لأن أنا شايفة برضو في صوتها حتة إنها غضبانة، صوتها حاد، غضبانة يعني تعبانة. هي محرومة من أولادها. يعني حضرتك بتقولي الأولاد مصدر الأمان ليهم الأم ومصدر السعادة ليها وجودهم. فأنا مقدرة يعني موقفها. لا ومش عايز يديها هدومها يعني، هدومها كمان يعني. لا احنا بنناشد هذا الرجل ونقول له إنه إن يعني العفو عند المقدرة. يعني معلش انت حاليا قادر انك تحرمها من ولادها وقادر انك تحرمها من لبسها، لا يعني نستخدم العفو عند المقدرة وننسى اذا كان في انفعال بينكم انتوا الاثنين، نجنبه علشان في رسالة مهمة، في رسالة لها اولوية اعلى، ودي اللي هتتحاسبوا عليها انتوا الاثنين اللي هما الاولاد. ندور على مصلحة دول وننسى. انا نفسي الاب والام اللي هما بينفصلوا يكونوا فاهمين ان احنا كزوج وزوجه ممكن نكون احنا فشلنا، ولكن مش لازم نفشل زوج وزوجه ونفشل كاب واب. يعني مثلا يعني نفرق حصل انفصال بين الزوج والزوجه، الاولاد ما لهمش ذنب. احنا انا انفصلت معاك كزوج وزوجه، لكن انا اب، انا ام وانت اب. ما هي لها رسالتين. انا ليا رساله ناحيه انه ان انا زوجه، وانا ليا رساله بشاركه فيها ان انا ام لاولاده. خلاص الانفصال او الطلاق بيقطع ان احنا زوجين، لكن ما الولاد ان انت اب الاولاد او انا ام الاولاد. فلازم ده برضو اللي انا اتكلمت عنه يا دكتوره في بدايه الحلقه، ان اي مشكله ممكن تتحل بفن اداره الحوار بين الطرفين. يعني نديها قدر مهم ازاي ندير الحوار بين الزوجين. يعني ما هو برضو الحوار ده له، احنا بنسميه له فن وله اداره وله وقت وله مساحه. وبعدين أوله إن أنا أقبل الشخص. يعني علشان نبقى بندير حوار صح، لو أنا محسيتي وأنا بدير الحوار إن أنا أولا أنا متضايقة منك بس بتكلم، بقيت كلامي هتقبلي؟ لا طبعا هقفل. أكيد. يبقى بداية التواصل الأول سواء أنا رافضة الفكرة أو أنا مقتنعة بالفكرة أو رافضاها أو أنا متضايقة منها، يبقى أنا ما أقبل الشخص الأول. يعني ممكن قوي جميل قوي الست لما تيجي تتكلم مع الراجل وتقول له بص يعني انا لا خلاف ان انت جوزي وابو ولادي وحبيبي، يعني مفيش مانع انها تقول له كلمه حلوه، كل ده موجود، بس خلينا نتفق ان الحاجه اللي انت عملتها دي مثلا احبطتني، ضايقتني، انا لما بتعملها بتجرحني، لما بتتصرف فيها بحس ان الولاد ممكن كمان يستقبلوا حاجه زي دي ويتضايقوا منك. لا اذا انا بنيت في الاول ايه؟ حطيت الثقة بيني وبينه، وحطيت الأمان بيني وبينه إن أنا ما زلت رغم إن أنا متضايقة بس أنت ما زلت كذا وكذا وكذا.
يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى بالزبط. في الانفصال ما ننساش الفضل بيننا. يعني عش انت بتقولي 17 سنه يا مدام فاطمه، يعني اكيد في حاجات حلوه، ما ننساش الفضل بيننا برضو، ان عندك منه بتقولي اولاد وعندك بنوته. هل في مشاكل يا دكتوره بتبقى زي الامراض المزمنه كده ملهاش حل؟ هي مش مشاكل، يعني هي بتبقى طباع. يعني الشخصيه اللي انا بتعامل معها، سواء هو بيتعامل مع زوجته او هي بتتعامل مع جوزها، هو له بعض العادات وبعض الطباع او الطبائع اللي هي ممكن قد تكون هي صعب مع عشرتهاش في بيتها. كانوا في بيتهم ما فيش حد بيعمل كده مثلا. يعني مثلا واحده كانت متجوزه قريب فبتكلمني بتقول لي دكتوره انا اكتشفت ان هو عنده ثقافه ان انا طول النهار انا في الشارع، انا بره، انا ما يتقليش انت فين، انا ما يتقليش بتعمل ايه، ازاي تقولي لي حاجه زي وانا طفل صغير، وانا افضل طول النهار في البيت، بيدخل البيت الساعه 11 بالليل الساعه 12 على اساس ان هو بقى عايز في الوقت ده، بيبقى طالما انا ما ضايقتوش طول النهار وهو عمل اللي هو عايزه، عايز في الوقت ده بقى زوجه وفي انتظاره وتبقى لطيفه وكويسه وما تتكلمش في اي حاجه غير ان هو سعيد ومبسوط وعايز يقعد معاها ساعتين قبل النوم، ان هما يبدا يعرف اخبار اليوم واخبار البيت وكده. فبتقول لي انا حاسه ان انا مهمله وحاسه ان انا ما، فقلت لها احنا لازم نبقى عندنا وعي بحاجه، هو انت تعودتي اخوكي بيعمل ايه مع مراته؟ قالت لي يا نهار ابيض، ده اخويا لو مثلا جه بيجي بعد شغله يريح ساعتين، ولو خرج يروح لماما يروح لمامته يروح النادي معاها يراعي الولاد في النادي مع المقارنة زوجته. المقارنه هنا ان هي هنا بتقارن. لا ده انا خليتها تقول كل الانواع اللي في اسرتها كلهم، سواء خال او عم او اب او جوز اختها او ايا كان. قلت لها دي النماذج اللي موجوده في بيئتك؟ قالت لي اه. قلت لها لو كنت اتجوزتي وفي نماذج زي جوزك ده حاليا في البيئه عندك ثلاثه اربعه، هم بيسيبوا البيت طول النهار وبيشوف شغلهم طول النهار بره، كان هيبقى امر عادي. استقبالك للموضوع كان هيبقى زي استقبالك لده؟ هي بدات لوحدها تتراجع. قلت لها المشكله هل هو بيضربك؟ لا. هل هو عنيف عليك؟ لا. هل هو بيحرمك؟ لا. هل هو بيظلمك؟ الوقت، إدارة الوقت عند الرجل دي بنسميها حرية الرجل، وكل واحد يكتب مميزات التاني. بالزبط. بعيد بعيد بقى هو عمل انت عملتي، لا كل واحد يمسك ورقة وقلم ويكتب حاجات حلوة عملها في التاني. لما تقري برضو المميزات ولما هو يقرأ المميزات هو هيتراجع عن اللي هو بيعمله معاكي ده. واحنا برضو بنناشد السادة المسؤولين في موضوعك يا فاطمة. دكتورة قبل الانتهاء كنا عاوزين نتطرق لمبادرة فخامة الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، مبادرة مودة اللي هي لتوعية المقبلين على الزواج. ايه هنا دور منظمات المجتمع المدني، بما ان حضرتك رئيس مجلس إدارة مؤسسة العقل الذهبي للاستشارات، دور منظمات المجتمع المدني هنا ايه لتفعيل هذه المبادرة؟ شاكرين لوزارة التضامن الاجتماعي في الأول، وقبل وزارة التضامن الاجتماعي كل الشكر وكل التقدير لفخامة الرئيس إن هو شاغل نفسه بمشكلات لم يسبق لرئيس جمهورية إنه انشغل بيها قبل كده، وهي المقبلين على الحياة الزوجية أو الطفل أو المرأة أو الحاجات الاحتياجات اللي هي موجودة داخل الأسرة، إن هو يطلق مبادرة ويخص بيها وزارة التضامن الاجتماعي إن هي تبدأ إن هي تعمل التوعية. وما زلت بقول إن مسؤولية فخامة الرئيس من يوم ما بقى رئيس جمهورية مصر العربية لغاية دلوقتي هي حتة الوعي. ولو إحنا ملاحظين كان الوعي مع الشباب في الأول، ولو إحنا ملاحظين كان الوعي بمشاكل المرأة، ولو إحنا برضو واخدين بالنا كان الوعي بمشكلات الصحية للأطفال، وإلا إن هو بدأ إن هو يلاحظ إن نسبة الطلاق في الحياة الزوجية للمتزوجين في الخمس سنوات الأولى تتعدى 60%. يعني كل 100 عندي بيتجوزوا أكتر من 60 بيتطلقوا في الخمس سنوات الأولى، نسبة خطيرة وبتهدد أسر مستقلة. فمبادرة الرئيس كان فيها احتياج مجتمعي رهيب، وكمان الاحتياج ده بيؤدي يعني في عدم استقرار في أرضية الأسرة. الأسرة هي المجتمع، هي النواة بتاعت المجتمع. فطبعا شكرا لي لهذه الرعاية والاهتمام. الحاجة التانية إن إحنا دورنا كمنظمات مجتمع مدني، أنا مثلا المؤسسة بتاعتي يعني شكرا لرئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس جامعة المنصورة إن هم يعني في تعامل معايا على إننا نحقق
مبادرة مودة في الجامعة. دكتور أشرف عبد البسط، دكتور محمود المليجي مهتمين جدا بالمبادرة دي. مثلا أنا منظمة مجتمع مدني يا جماعة، وزارة التعليم العالي السنة دي بعتت قرار لجميع الجامعات المصرية إن هم يتطرقوا لهذه المبادرة جوه الجامعة ويرعوها، عشان مين اللي هيتجوز عندي؟ اللي خارج من ثالثة أو رابعة كلية. فبالتالي إحنا بقالنا منهج في جامعة المنصورة تحت رعاية رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وبقالنا كمان عدد ساعات معين، وهندرب دفعات على هذا المنهج الزواجي كامل بكل احتياجاته، ونخرج دفعات. يبقى احنا كده شاركنا لا المجتمع. احنا عايزين حضرتك توعدينا بحلقات تانية ان شاء الله، علشان معنا اتصالات كتير بس للأسف وقتنا انتهى. بشكرك ضيفتي العزيزة اللي دايما بنستفيد منها بجد يعني على مدار سنين طويلة يا دكتورة مع بعض، دكتورة جيهان عبد الواحد رئيس القطاع الاجتماعي باتحاد المرأة العربية المتخصصة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العقل الذهبي. بشكركم مشاهدينا لحسن المتابعة، وانتظرونا في حلقات جديدة وستات.com.